وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تحقيق حلم المصريين بالتأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة، والذي تم تطبيقه في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، وأثبت كفاءته بشهادة المستفيدين الذين يبلغ عددهم 4,600,000 مواطن. وفي هذا الإطار أكد وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل محمد معيط أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستمتد إلى محافظتي السويس وأسوان بدءا من العام المالي الجديد. هذا وأوضح معيط أن مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة لاستكمال المسيرة الناجحة في تنفيذ هذا النظام الصحي المتكامل. قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لمسؤولين صينيين في بكين إن الرسوم الجمركية التي يقترح الاتحاد الأوروبي فرضها على سلع صينية ليست عقوبة. أضاف المسؤول الألماني خلال اجتماعه مع تشينغ شان جي رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين أن أي إجراء بفرض رسوم مضادة يكون مبنيا على المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي، وأن مثل هذه الإجراءات تهدف إلى التعويض عن مزايا تمنحها بكين للشركات الصينية. أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة توسعا قويا في استهلاك الكهرباء في الصين في شهر مايو، وهو مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي. أضافت البيانات أن استخدام الطاقة ارتفع بنسبة 7.2% على أساس سنوي ليصل إلى 775 مليار و100 مليون كيلووات في الساعة الشهر الماضي. وعلى وجه التحديد ارتفع حجم الطاقة التي تستهلكها الصناعات الأولية والثانوية بنسبتي 10.3% و6.8% على أساس سنوي على التوالي. ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي إلى مستوى قياسي عند 2,100,000 برميل يوميا في شهر مايو، وذلك بحسب ما كشفت عنه مصادر تجارية وبيانات ملاحية. ارتفعت حصة النفط الروسي في مشتريات ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم إلى ما يقرب من 41% الشهر الماضي بحسب ما أظهرته البيانات. وكشفت البيانات عن أن الهند اشترت نحو 5,100,000 برميل يوميا من النفط في مايو بزيادة تقدر ب 5.6% عن أبريل. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف من تباطؤ نمو الطلب العالمي على الخام بفعل قوة الدولار، ووسط بيانات اقتصادية سلبية من مناطق متفرقة حول العالم. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% إلى $85.24 للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.7% إلى $80.73 للبرميل. تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.24% لتصل إلى $2.05 للتر. هذا وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.31% لتسجل نحو $2.71 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. سجل النشاط الاقتصادي الأمريكي أعلى مستوى في 26 شهرا خلال يونيو مع زيادة وتيرة التوظيف، مما أنعش الأمال في أن يصبح تباطؤ التضخم في الآونة الأخيرة مستداما على الأرجح. ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج في الولايات المتحدة والذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات إلى 54.6 نقطة هذا الشهر. وتعكس القراءة المرتفعة لمؤشر مديري المشتريات المركب أن الاقتصاد اختتم الربع الثاني قويا، حيث يعد حاجز 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش. وافق صندوق النقد الدولي على تمويل بإجمالي 935,600,000 دولار لصالح دعم الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة تغير المناخ في تنزانيا. أوضح صندوق النقد أن هذا التمويل يشمل قرضا بقيمة 786 مليون و200 ألف
سيصرف على مدار 23 شهرا في إطار صندوق المرونة والاستدامة إلى جانب شريحة قرض جديدة بقيمة 949 مليون و400 ألف دولار ستصرف على الفور في إطار اتفاقية التسهيلات الائتمانية الممتدة المبرمة بين تنزانيا وصندوق النقد الدولي في يوليو 2022.